سيتي ان ديربي كيما نقول لك ديربي هنا في لاكابيتال كونتر دو زيكيب اللي راهم كانوا في لوج طابلو. كان دي ديتاي اللي داروا الفاصل اليوم في المومون وين حنا باش نسجلوا الاهداف. الفريق الخصم هو سجل علينا في نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني رمينا باب كامل ثقلنا وين درنا تغييرات وين التغييرات هذوك وين زاد لنا كارطون روج في وقت وين كنا في الطونفور تاعنا جانا كارطون روج تاع لاطاكون تاعنا. دوك اونيتي اوبليجي دو نعاودو كيما قلت نعاودو ندير نجريو تغييرات صغار باش نوقفو. ما على باليش دوك لازم نعاود نشوفو هذوك الضرب الجزاء تاعهم والضرب الجزاء تاعنا ما نعاودو نشوفوها باسكو هكذا شو ما نقدرش نحكم عليها. الحكم قال لي ما كانش عندنا ضرب الجزاء وين ضغطنا كنا نضغطوا باش وما نسجلوا هدف اللي كان راح يزيد لنا يزيد يدعمنا باش نسجلوا الهدف الثاني. مالوريزمون المباراة اللي احنا نحييه اللاعبين ما كانوش كانوا ملاح ماشي زعما قال لي ما داروش مقابله مليحه ولا لعبوا مليح اللاعبين. يا دي ديتاي اللي دخلوا كيما نقول لك في لو جو وان شاء الله الخدمه مازال خدمه القدام وان شاء الله اللاعبين مازال يعاودوا يستردوا كواد النقاط اللي ضيعنا في ملعبنا.